شهدت الأسواق السورية انخفاضا كبيرا في قيمة الليرة السورية بعد أن قارب سعر الدولار الواحد 1000 ليرة، وسط أزمة معيشية حادة تعيشها البلاد بسبب الصراع الدائر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري. ووصل سعر الدولار الواحد حوالي 980 ليرة في بعض المحافظات السورية بعد أن كان سعره 48 ليرة قبل الصراع السوري في 2011. وبعد الاحتجاجات التي شهدتها لبنان وتفاقم الأزمة الاقتصادية، هوت الليرة السورية بشكل كبير بسبب اعتماد دمشق على لبنان للحفاظ على استمرار أنشطة الأعمال والتجارة. وقال مصرفيون إن قيودا صارمة على السحب والتحويلات بالعملة الصعبة فرضتها بنوك لبنان، حيث يحتفظ السوريين بودائع كبيرة كبحت بشدة تدفقا رئيسيا للعملة الأجنبية. وأدى هبوط الليرة إلى ارتفاع التضخم وتفاقم المصاعب، بينما يواجه السوريون صعوبات في تحمل تكلفة حاجات أساسية مثل الغذاء والطاقة. للحديث حول هذا الشأن من جديد أرحب بضيفي من دمشق الدكتور سليم الخراط، الأمين العام لحزب التضامن الوطني الديمقراطي، وكما من المفترض أن ينضم إلينا بعد قليل من اسطنبول حسام ظليطو خبير اقتصادي ومالي. مرحبا بالضيوف، يبدو بأن السيد حسام جاهزا معنا الآن. لو بدأت من عندك سيد حسام، بداية شكرا على قبول الدعوة. لماذا وصل سعر الدولار إلى 980 بسوريا؟ تحياتي لك أخي الكريم. بداية برحب فيك وبجميع السادة المتابعين. أهلا بك. حقيقة موضوع الدولار والليرة السورية الآن هو يعني خلينا نقول شغل الناس الشاغل حاليا وحديث الشارع. صحيح. الليرة السورية بعد انهيارها الأخير انخفضت قيمتها بمعدل قياسي، يعني خلال حوالي 3 أشهر خسرت من قيمتها حوالي 100%. طبعا هذا الشيء صار بعد عدة سنوات، خليني أقول صح التعبير، الأزمة اللي موجودة حاليا. قيمة الصرف وصلت لحوالي 950 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، طبعا ناهيك عن موضوع الغلاء الفاحش اللي موجود وارتفاع الأسعار، والدولار يعني وصل لمرحلة أو لرقم 980 في بعض مكاتب الصرف اللي موجودة بالداخل، سواء بالداخل في دمشق أو في حلب أو اللاذقية وما إلى هنالك من باقي المحافظة. الانهيار السريع ما يزال يقول البنك المركزي المصرف المركزي السوري أن اتخذ تدبيرات بدأت تأتي بثمارها وما إلى هنالك. هذا الموضوع هو موضوع عار عن الصحة بالأساس، يعني الاقتصاد السوري في حالة انهيار عظيم. طيب هذا التدهور اليوم بوضع الليرة، ما هي دلالته الاقتصادية؟ عفوا ما عم بسمع. هذا التدهور اليوم في قيمة الليرة ما هي دلالته الاقتصادية؟ الدلالة الاقتصادية أخي حاليا بالوقت الراهن هو موضوع التضخم الكبير اللي صار مؤخرا بالسنوات الأخيرة، طبعا بقصد بالسنوات الأخيرة، وكنت أنا بدي أحكي أنه بعد ما تجاوزت حاجز 435 الليرة انعدم شيء اسمه، يعني ما عاد في نسب ممكن تحددها نسبة التضخم. ناهيك عن موضوع الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي، اليوم اللي بيعطي قوة لعملة بلد معين هو الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي، وهذا الشيء ما هو موجود بسوريا. ناهيك عن التطورات الأخيرة اللي صارت في لبنان وقلة العملة الصعبة بلبنان أثرت بشكل فوضوي وكبير جدا على موضوع صرف الليرة السورية، يعني بظل وجود بعض المستثمرين الموجودين في الداخل السوري، مستثمرين كبار جدا ويملكون رؤوس أموال كبيرة محتفظين بالنقد الأجنبي الموجود معهم ببنوك عالمية وبنوك عربية إقليمية، يعني إقليمية بدول هي خلينا نقول صح التعبير بجوار سوريا كلبنان. يعني في بعض المستثمرين محتفظين بأموال طائلة في مصارف لبنان، والأزمة اللي صارت في لبنان مؤخرا أثرت بشكل كبير وبشكل فوضوي خلينا نقول على سعر الصرف الليرة السورية بالداخل. طيب ما الذي تنصح فيه حضرتك اليوم المواطن السوري؟ هل يسارع لشراء الدولار والذهب ويحافظ على قيمة العملة المتوفرة في يده، أم أن هذا الموضوع مؤقت ولربما نشهد عودة تدريجية للدولار كما ارتفع بشكل متسارع؟
اذا بدنا نتكلم بشكل اذا نتكلم بتحليل اقتصادي الانهيار اللي صار او خليني اقول ارتفاع سعر الصرف اللي صار بالايام القليله الماضيه ما هو الا يعني ناتج عن شغلتين. الشغله الاولى انه الدولار بحد ذاته حاليا هو في ترند صاعد. انا عم حكي كلام اقتصادي حاليا. الدولار حاليا هو بترند صاعد والليره السوريه بالاساس هي منحاره، فهذا الشيء طبيعي. طبعا نهيك عن عوامل اقتصاديه اللي اثرت على هذا الموضوع، هذا الشيء طبيعي انه يخلي سعر الصرف يزور مناطق، خلينا نقول مناطق بيعيه عاليه جدا، وممكن نشوف الالف وممكن نشوف الالف ومية، ارقام الالف والالف ومية. لكن هذا الموضوع سيد حسام هذا معك، انا سامعني؟ نعم تفضل. لكن هذا الموضوع انا من وجهه نظري الشخصيه، مؤقت جدا. ليش؟ لانه لعده اسباب. السبب الاول نحن حاليا قادمين على راس سنه ميلاديه جديده. نعم. وبكل الاحوال راس السنه الميلاديه الجديده يكون فيها الدولار قوي جدا مقابل جميع العملات. طبعا انا عم حكيك على قوه الدولار مقابل جميع العملات. واليوم السياسه النقديه الامريكيه عم تدعي لهذا الشيء. الامريكان بحد ذاتهم بدهم الدولار قوي، تمام؟ نعم. فهذا الشيء اثر سلبا على كل العملات، مو بس على الليره السوريه، لكن الليره السوريه بحكم انهياره فكان التاثير واضح جدا وبشكل كبير جدا. اما بالنسبه لاني انصح الناس اني يقتنوا حاليا النقد الاجنبي من دولار او يورو، فبالوقت الحاضر بالاسعار اللي موجود عليها الدولار حاليا لا ما بنصح ابدا. ليش؟ لانه بالمنطق الاقتصادي فبيقولوا انت عم تشتري من قمه، لانه في قمم وفي قيعان. نعم. فشراء من القمة هذا غلط، يعني أكبر غلط. يعني للتو خبرونا عبر الكنترول إنه الدولار وصل لل 790. الدولار ما سمعت، ممكن تعدل؟ قيمة الدولار الآن 790 ليرة. تمام. تمام. هو الحد الأدنى، القاع اللي ممكن إن الدولار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يوصل له هو 635. هذا الرقم هو رقم مناسب بالنسبة للمستثمرين أو بالنسبة للناس، خليني أقول المضاربين في على الدولار والليرة السورية. 635 هو رقم مناسب، وأنا أتوقع وأكاد أجزم أني ممكن أن يرجع لهي الأسعار، لكن موضوع رجوعه هو موضوع مؤقت جدا. يعني طيب، يعني موضوع مؤقت لأني الليرة السورية حاجز 435 والـ565. هذا أنا بنشة نظر الشخصية من المستحيل أني ترجع لهيك أسعار. طيب، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من اسطنبول، الخبير الاقتصادي والمالي حسام ضليطو. من جديد نرحب بضيفنا من دمشق دكتور سليم، العفو على التأخير، استمعت إلى ضيفنا من اسطنبول، لا أعرف إن كان لديك أي تعقيب. وأيضا يعني اليوم كل شيء بسوريا عندما تذهب لتشتريه بخبرك التاجر أنه ارتفع سعره نظرا لارتفاع سعر الدولار، هل ثمة تقصير من قبل دمشق في مراقبة الأسواق والأسعار؟ سيد الفاضل، في ظل الأزمة الحاصبة أنتم تعلمون أن كل ما يجي في الدول الجوار هو عصي على أن يكون حله عاجلا، ذلك كله ينعكس حتما على استمرارية هذه الأوضاع لتصل إلى سوريا بالتحديد. ليس مفاجئ أن نقول أن في سوريا وصل الدولار منذ 3 سنوات أو 4 سنوات كما تذكرون بال2016 وصل لحدود 750-800 ليرة سوري. نعم. هي يجب أن نذكرها جميعا، واستطاعت الدولة أن تعيده إلى سقف 434 حتى هذه اللحظة. طيب الآن هل لديك معلومات إن كان الآن هل لديك أي معلومات إن كان سيتم السيطرة على سعر الدولار ويعود إلى على أقل تقدير السعر الذي كان متداول قبل شهر بحدود 640 ليرة؟ لن أفاجأ بسياسة الدولة التي ستعتمدها قريبا جدا خلال أيام قليلة جدا بإعادة الدولار إلى نصابه المعين. وليكن بعلم الجميع، لن نحدد أرقام ما هو موجود في مصر للمواطنين السوريين ولا في الأردن ولا في تركيا، فقط لبنان لوحده يقولون 63 مليار، لا هو 68 مليار دولار للمواطن السوري تم خلقها وحجها بإرادة أمريكية عن سوريا وعن هؤلاء. نحن لسنا بحاجة لأحد أن يقف إلى جانبنا، نحن نعي ما نستطيع أن نعمله، وسياسة وحكمة الدولة السورية في سياسة المواجهة اليوم تتعاطى
مع التعامل على المواد الغذائية في استيعاب هذه الصدمة التي تمت في السوق الحرة في مقابل السوق التي نعود إليها كما حصل في حرب تشرين التحضيرية عندما استطعنا أن نسيطر على السوق في ظل حصار كبير. اليوم نعيد هذه الكرة ونحن نقدم للمواطنين اعتبارا منذ أيام قليلة سلل غذائية مفتوحة إلى الجميع بمعدل ما يعادل سلل غذائية. طيب دكتور سليم، يعني أنت وكأنك تؤمن بأن الوضع يسير بشكل جيد وأن الناس من ذوي الطبقة المتوسطة وخاصة الموظفين يستطيعون التأقلم مع هذه الظروف الصعبة؟ لم أسمع. يعني وكأنك تؤمن بأن الأوضاع تسير بشكل جيد وأن الناس خاصة من ذوي الطبقة المتوسطة التي تكاد تنعدم من المجتمع الآن تعيش وهي مرتاحة وخاصة الموظفين؟ اسمح لي تفضل. نحن نعي تماما ما يجري، ما عم نقول احنا مرتاحين، نحن في قمة مواجهة شرسة مع طبقة فاسدة تستولي على كافة وتحتكر كافة منافذ العمل. نحن في حرب داخلية ضد هؤلاء وفي حرب خارجية ضد هؤلاء وفي حرب أخرى ضد هؤلاء. تتهم من دكتور سليم؟ أنت أمام تتحدث عن طبقة فاسدة، تقصد من بالتحديد؟ أتباع المعروفة ليست مخفية على أحد. من نحن لا نعرفهم، يعني حبذا لو نعرف هذه الأسماء المتسببة بالفساد اليوم بسوريا وارتفاع سعر الدولار. الأسماء غير معروفة للجميع دكتور سليم. معروفة الأسماء يا سيد فاضل، لن أدخل في تفاصيل. طيب أنا ما رح أضغط عليك أكثر. لديكم منها الكثير الكثير، هنالك الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هنالك العشرة الكبة والعشرة السباتي والعشرة البسطوري، هذه الكلمات التي تطلق على بعض الشخصيات التي تحتكر صنف هذه المواد في الساحة السورية. طيب لماذا العفو للمقاطعة، لماذا لم تغير هذه الإدارة في ظل هذه الظروف الصعبة؟ اليوم كتبت ذلك المقال الذي تكلم بشكل واضح، آن الأوان ليسمع الجميع بلا استثناء صرخة الوطن من خلال مشاركة كافة المواطنين المؤهلين تجارية وصناعية ورجال أعمال يكونوا إلى جانب الحكومة التي تعاقبت عليها تلك الصفقات المتراكمة وتراكماتها التي لا تتوقف. نحن ننادي على تراكمات، نحن ننادي اليوم بضرورة المشاركة الفاعلة لطبقة وطنية متكاملة من رجال المال والأعمال والصناعة والتجارة لديها الاستعداد لتقف إلى جانب وطنها و تجلس أو تجلس وضعية البوصلة الخاصة والحكومة من خلال مؤسساتها التي لا تستطيع تحل المشاكل بكلها الكاملة. دكتور لذلك هذا الطلب كان اليوم بشكل عاجل، يجب أن نخضع جميعا لموقف واحد مواجهة هذه الحزمة من كنت قد سألتك دكتور سليم إن كانت لديك أي معلومات مباشرة إن كانت لديك. نحن بحاجة كنت قد سألتك، بقيت معي في الحقيقة أقل من دقيقة. تفضل. إن كانت لديك أي معلومات إن ما سوف يتم السيطرة على سعر الدولار، ويعني نصيحتك لأي مواطن سوري عم يشاهدنا الآن يحتفظ بالقيمة بالليرات السورية المتوفرة بيده أن يحولها إلى الذهب والدولار. في مناطق المسلحين، لكن المواطنين في الجمهورية العربية السورية على الأراضي السورية تحت مظلة الدولة والسلطة والنظام هم بخير حتى هذه اللحظة، يقومون بما هو مطلوب وهم يواجهون كثيرا من الصعاب نتيجة هذا الحصار وهذا القلق، لكنه من انتصر في السنوات يستطيع أن ينتصر خلال هذا الشهر. وأؤكد للجميع أن الدولة السورية ستكون خلال الشهر القادم أو الذي يليه في قمة عافيتها عندما تبدأ تلك الأعمال التي تم إنجاز عقودها مع دول عديدة في العالم، وعلى رأسها حتى اليوم دخلت الدول الأوروبية والدول الخليجية. طيب. انتظرونا، الشهر القادم سيكون فاتحة خير، مطلع العام ستعود الليرة السورية وسترون ما هو مفاجئ للجميع، لكننا تحملنا 9 سنوات عجاف وسنتحمل هذه الأيام القادمة خلال هذا الشهر أو القادم هذه السنوات العجاف تبدأ بهذين الشهرين وتوكل على الله. طيب دكتور سليم، يبدو بأن ضيفنا الكريم من اسطنبول الخبير الاقتصادي والمالي حسام ظليطو عنده تعقيب حابب يضيفه. من جديد نرحب بضيفنا من اسطنبول السيد حسام، تفضل سيد حسام. ألو. نعم نسمعك، تفضل. الصوت مو واضح. صوتك واضح لأن تفضل تكلم سيد حسام، الصوت واضح.
صوتي واضح هيك؟ نعم تفضل. تمام، فقط مداخلة صغيرة عن كلام ضيفك الكريم اللي كان عم يحكي. بصراحة أنا ما سمعت الحديث كامل، لكن سمعت بعض الجمل اللي تفضل وحكاها. موضوع التدابير اللي بدها تتخذها الحكومة، أي تدابير ممكن أن تتخذها الحكومة العملة بالعملة بهذا البلد في حالة انهيار تام، وهذا الانهيار لا يعني من المستحيل أن يتم اتخاذ أي تدابير تجعل من هذه العملة في حالة قوام. اليوم حكومة ميزانيتها ما يقارب 6.1 تريليون دولار، تم تحديدها في تريليون ليرة سوري عفوا، ما يقارب 5.1 مليار دولار تم تحديدها في أكتوبر الماضي. فأي تدابير عم يتكلموا عنها، أنا ما عم أحكي بشكل سياسي، أنا عم أحكي بشكل اقتصادي. أعطيني مادي اقتصادي بتخلي مؤسسة أو منشأة بحالة كسر تخليها تتخذ تدابير لحتى خليني أقول تحسن من وضعها الاقتصادي. التدابير اللي ممكن أن تتخذها الحكومة فقط هو الثبات على رأيها في تحديد سعر المركزي اللي هو عاري عن الصحة. سعر الصرف بالمركزي هو سعر عاري عن الصحة. إذا تم الثبات على هذا الموضوع وتموا هن متخزين هذا الموضوع كغطاء لانهيار الاقتصاد بالبلد، فهذا ممكن أن يخلي الناس شوي متوهمة أنه ممكن الليرة ترجع لقوتها. لكن موضوع تدابير يتم اتخاذها من قبل أي حكومة كانت، أنا ما عم خص الحكومة السورية أو أي حكومة بلد ثاني، أي حكومة ما أنا قادرة أنها تتخذ تدابير لحتى تقوم انهيار الاقتصاد اللي موجود. الاقتصاد منهار، والناتج القومي المحلي منهار، والناتج الإجمالي المحلي منهار. لا يوجد أساساً شيء يدعى الناتج القومي والناتج الإجمالي منذ أربع سنوات وخمس سنوات. طيب. أنا بدي أعتذر منك سيد حسام، بالحقيقة تجاوزنا الوقت المخصص. كلمة أخيرة دكتور سليم كي أختتم المحور. أريد أن أشكر الأخ حسام على ما تفضل، لكن أحب أن أبشر الجميع سنكون بخير خلال الشهر القادم والذي يليه بإذن تعالى. طيب. لن أتكلم كثيرا عن الإجراءات القادمة، لكن أذكر في الخمسينات رجل واحد من رجال أعمال سوريا سند ميزانية الدولة السورية كاملة، والشعب السوري من خلال رجالاته الكبار لن يتخلوا عن سوريا رغم وجود هذا الكم الهائل من الفساد وهذا الكم الهائل من التراكمات والأخطاء الكبيرة للحكومات المتعاقبة حتى هذه اللحظة. لذلك نحن نقوم بما هو مطلوب مننا بالصمود والمواجهة، ونحاول أن نكرس ما يكفي من الحلول لمواجهة الأيام العسرة خلال القادمة خلال أنا الشهر القادم. أعتقد أن الفكرة وضحت، وأشكرك جزيلا الدكتور سليم الخراط الأمين العام لحزب التضامن الوطني الديمقراطي، كنت معنا من دمشق، وشكر موصول أيضا لضيفنا من اسطنبول حسام ضليطو خبير اقتصادي ومالي، والشكر الأكبر لحضراتكم لكرم المتابعة. إلى اللقاء.